هل لاحظت يوما أن نظام تشغيل الكمبيوتر يختلف عن نظام تشغيل الهواتف الذكية؟ هل لاحظت يوما أن الآيفون يختلف عن الجالكسي؟ إذن تختلف أنظمة التشغيل في الهواتف الذكية عن أجهزة الحاسب، أبرزها iOS، أندرويد وويندوز فون. نظام التشغيل أبل iOS هو نظام تشغيل تجاري للأجهزة الذكية من شركة أبل، وأول إصدار له كان عام 2007 ويطلق عليه OS، ثم أعيدت تسميته في عام 2009 إلى iOS، ويستخدم فقط على أجهزة شركة أبل الذكية مثل آيفون، آيباد، آيبود، ويتميز بواجهة رسومية حديثة ويخضع للتحديث والتطوير بشكل دائم، ويطلق على المتجر الخاص بنظام التشغيل iOS أبل ستور. نظام التشغيل أندرويد. صمم نظام الأندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركة مغمورة، ثم قامت شركة جوجل بشرائه عام 2005 والعمل على إدارة تطويره، وذلك بالمشاركة مع 45 شركة مصنعة للأجهزة الذكية وجعلته مفتوح المصدر، ويطلق على المتجر الخاص بنظام التشغيل أندرويد جوجل بلاي. نظام التشغيل ويندوز فون. نظام تشغيل تجاري قامت بإنتاجه شركة مايكروسوفت، والتي كانت سباقة في بناء أنظمة التشغيل للأجهزة الذكية قبل شركة جوجل وشركة أبل، وهو نظام شبيه بنظام التشغيل ويندوز للحواسيب، ويطلق على المتجر الخاص بنظام التشغيل ويندوز فون ويندوز فون.